لكن إذا انتقلنا شوي للتلاميذ، تلاميذ ليش نحكي تلاميذ؟ لأنه تلاميذ يهود أيضا يؤمنون بقوة بوحدانية الله من دون تقلقل، وهكذا لازم يكون. لكن مفهومهم عن وحدانية الله بيختلف عن مفهوم وحدانية المطلقة بداية. كيف بيختلف؟ بيختلف أنه اليهودي حتى بحسب العهد القديم مطلوب منه يثق بصفات الله، مطلوب منه يرتاح بصفات الله. الله عم بيناديه تعال اعرفني. هذا الإنسان الله بيحبه، الله بيقول لك بديك تتأكد من صفاتي، بديك تتكل على صفاتي، تركن على صفاتي. معناته عندك بداية مختلفة لليهودي التلاميذ، فإنه عم بيآمن بوحدانية الله، بيآمن بنفس الوقت بأنه صفاته ممكن نعرفها، ممكن نتكل عليها، لكن مش عارف كيف. هاي السؤال، مش عارف كيف. فاثنين بيأمنوا بوحدانية الله، اثنيناتهم بيأمنوا بالشدة بوحدانية الله، إما وحدانية مطلقة ما بعرفه مش ممكن أعرفه، الوحدانية بثالوث ممكن أعرفه لكن بدي أعرف كيف، شو الطريقة. فإذا بداية مختلفة. لأن شو اللي بيعمل تلاميذ يهود مكرسين الوحدانية الله؟ إنه تقريبا بليلة وضحاها يسجدوا لإنسان اللي هو المسيح. إلا إذا كان اخترق اختبارهم شيء يفوق التصور، لكن ضمن إيمانهم الحقيقي بوحدانية الله بحيث ما تعارض مع الإيمان بوحدانية الله. إذن عندك نفس الإيمان بوحدانية الله، لكن هناك بهاي الوحدانية هناك سرية، هناك جمال، هناك شيء عظيم اللي ممكن تشوفه وتختبره بطريقة غير عادية.